تعالوا معي يا ولادي. شايفين؟ ايه يا ولادي؟ يا ترى انتوا بتعرفوا شو هدول؟ طالما رح تصيروا جزء من تشكيلات الأخوة بالمستقبل فلازم تعرفوا شو هي هاي المنظمة. نحن منعرفها، هاي المنظمة شغلتها القتل والظلم وخطف الأولاد. لا يا بنتي، رح تزعليني منك. هالفرسان الأبطال يلي عم تسميهم مجرمين وقتلي غيروا الدنيا ببطولاته، وانتو بالمستقبل بعد ما تخلصوا تدريباتكم رح تصيروا أبطال مثلهم. رح نصير أبطال مثل فلينتا مصطفى وعلي أبو السكاكين. صرعتوني بمصطفى وعلي. بالحقيقة كنت بدي أحكي معكم بخصوص هالموضوع. للأسف بدي أقولكم على شيء ممكن يزعلكم كتير. هو إنه أبطالكم علي ومصطفى انقتلوا من كم يوم. لا كذب. بعرف إنكم ما رح تصدقوني إذا قلتلكم هالشي، بس أنتوا فكروا بالموضوع. لو علي ومصطفى كانوا عايشين فليش لسه لهلا ما أجوا ينقذوكم؟ لأنه أبطال تشكيلات الأخوة يلي أنتوا رح تصيروا مثلهم قتلوهم بسيوفهم من كم يوم. يعني اللي بدي أقوله يا ولادي، بعد هلأ ما عاد يجي أي حدا مشان ينقذكم. لهيك أنا بنصحكم تتعودوا على هالوضع. بابا السلطان. عن قريب كتير كمان رح يجي الدور على أبوك السلطان. امشي. معقولة فلينتا مصطفى وعلي أبو السكاكين ماتوا؟ لا، أكيد هديك المرأة عم تكذب علينا. إيه، كل يلي هون كذابين. طيب فلينتا مصطفى وعلي أبو السكاكين كيف رح يقدروا يلاقوكن؟ هنن ما أجوا، بجوز يكونوا ماتوا عن جد. لا، هنن ما بيموتوا. طيب ليش لهلا ما أجوا لينقذونا؟ بركي نحن منقدر نهرب من هذا المكان. بالأول منخليهم يثقوا فينا، وبس نلاقي الفرصة المناسبة منهرب.